انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لممرض عراقي يغني لمرضاه المصابين بفيروس كورونا، ولقت هذه الفيديوهات تفاعلا واسعا على المصابين وكل من شاهد وسمع صوت الممرض محمد كريم. يا ما يا عيون أمي سلام وخير أمي، يا ما يا عيون أمي سلام وخير أمي، وجه يمطر مهنا قمر ونجوم جنة، تعرف تحمل هموم تعرف تحمل كورونا، بس لا 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 ما تعرف المنة يا أمي يا يا أمي يا أمي يا أمي الويفة. ومعنا من مستشفى الموانئ في البصرة الممرض محمد كريم، أهلا بك معنا عبر الحرة. بداية يعني قبل البدء في أي سؤال عن هذه الفيديوهات، أولا أنتم خط الدفاع يعني الأول حول العالم، الجهاز الطبي كاملا، أنتم أبطال ربما هذه المرحلة. هذه الفيديوهات نشرت فعلا الفرح والإيجابية في كل مواقع التواصل الاجتماعي، يعني أنت في كل هذه الظروف ربما توتر خوف المرضى تغني للمرضى يشعرون بفرح، كيف كانت هذه التجربة محمد؟ تجربة جدا جميلة طبعا بالبدء. مرحبا بكم واتشرف اني وياكم على الهواء. بالنسبة للتجربة، الانسان اللي يكون ميداني ويعيش الحالة يكون لا شعوري بالتصرف، بدون تخطيط بدون تفكير، أشياء تجي لا إرادية، مجرد أنك تلتمس المقابل شنو. المريض كان مو مجرد مريض، لا بالعكس، كان عبارة عن شخص نشوفه من أهلنا، واحد منا وبينا، نحس بيه، نلتمس شنو يريد قبل لا يحكي قبل لا يشتكي قبل كل شيء، احنا نكون الى بال يعني بالمرصاد ان شاء الله. والاسلوب اللي اعتمدته انا ما اعرف، كان اسلوب جدا بسيط وبس فعال لدرجه انه جاب نتيجه. وشفت ردود الافعال، صحيح محمد يعني. ردود الافعال على مواقع التواصل الاجتماعي اكيد وصلتك، لكن نحن لا نعرف المرضى ما هي يعني ردود افعالهم على هذه الاغاني التي انت يعني كنت تغنيها، وخاصه انه صوتك حلو كثير. تسلمي لي. بالنسبة للمرضى، ردود أفعالهم أكثر من ردود أفعال ردود التواصل الاجتماعي على فكرة. يعني ردود أفعالهم خيالية وشفت شيء فرح وشيء كلش كبير. من مريض يقول لك أنا اليوم زين، شلونك اليوم؟ اليوم أحسن، أحسن من أمس بهواي، ويقول لك السبب أنت، صوتك، غنائك، هذا فتشي يعني دافع معنوي جدا كبير بالنسبة إلي، ويخليني ينطيني دافع أنه أقدم أكثر وأخدم أكثر. طيب محمد، الآن أنت يعني في المستشفى لازلت موجود ولازلت يعني ما بين المرضى، ما زلت تغني لهم يعني بهذه الطريقة أم؟ لازلت، وأسأل الله أنه ينطيني الصحة والعافية ويقدرني أنه أقدر أخدمهم بعد. بالنسبة لموضوع الغناء ما راح أقطع، بالنسبة لموضوع الخدمة راح أخدمهم بعيوني، شنو أقدر أسوي راح أسويه وما أتأخر به إن شاء الله. نعم، شكرا جزيلا لك من مستشفى الموانئ في البصرة الممرض محمد كريم، وشكرا لكل أبطال هذه المرحلة من خط الدفاع الأول والجهاز الطبي. مختبر أقدم تقني تحليلات مرضية. شكرا جزيلا لك. هذه ملاحظة.